سيقول حكم شخص تزوج امرأة، ويبدو أن هذا الشاب الذي تزوج فيه مرض نفسي ولم يخبر أهل الزوجة بهذا المرض، فهذا ما حكمه نعم، يعني؟ هذه مسألة تتعلق بطلب الفسخ. يعني هناك عيوب في الزوج إذا وجدت في الزوج، وهناك عيوب أخرى إذا وجدت في الزوجة، وهناك عيوب مشتركة يعني إذا وجدت في أي منهما، منها الجنون، هذا بالاتفاق. إذا كان هذه الحالة تصنف بأنها جنون، يعني المرض النفسي أحيانا يعني يدخل في حيز الجنون يعني. فإذا كان الإنسان مصابا بجنون، فأولا كتمان هذا عن الزوجة وأوليائها هذا حرام، يعني هذا من الغش، وهذا لا يبارك الله في كتمان مثل هذه العيوب. أما وقد وقع الأمر الآن وأرادوا أن يفسخوا، فمن حقهم ذلك أن يفسخوا، ولا يكون للزوج وأهله شيء، يعني لا يرد لهم لا مهر ولا غيره يعني. يعني ترفع أمرها للمحكمة ويثبتون مسألة الجنون إذا كان هو جنونا يعني. يثبتون مسألة الجنون، وسهل إثباتها يعني طبيا، ويحكم القاضي بفسخ العقد. حفظكم الله شيخنا، بارك الله فيكم.